السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. حاجة بسيطة حابب أتكلم عليها بالنسبة للأطفال حديث الولادة. في مجموعة من الأطفال في مجموعة من الأطفال من عمر من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع لازم نعمل لهم حاجة اسمها فحص قاعين. المجموعة دي من الأطفال بيكون مولودين قبل ميعادهم بمدة أقل مثلا من 8 أسابيع. الأطفال دي لازم نعمل فحص قاعين عشان خاطر بيكون عندهم مشكلة في شبكات العين، ودي لو اتلحقت بدري بتكون علاجها إن شاء الله فعال ونتائجه كويسة على المدى البعيد. وطبعا أي طفل اتولد حتى لو كان في ميعاده الطبيعي اتولد وزنه أقل من 1.5 كيلو برضو ده لازم يعمل فحص قاعين خلاص. والأطفال طبعا اللي اتولدوا واتحجزوا في حضانة فترة طويلة ومشوا على أكسجين، وبالأخص لو تعرضوا لتنفس صناعي، الأطفال دي لازم يا جماعة نعمل لهم ايه فحص قاعين علشان خاطر ما يحصلش مشكلة كبيرة على المدى البعيد. طيب ايه الفكرة؟ برضو الفكرة ان شبكات العين ودي الجزء العصبي الخلفي للعين اللي هو بينقل الـ 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 بينقل الـ الـ الرؤية وبينقل اللي هي الإحساس او الحاجات اللي بنشوفها لمركز البصر في الدماغ، وبعد كده بيتم النظر الرؤية. اللي بيحصل ان الشبكية دي مع الوزن القليل قوي اللي هو اقل من 1.5 كيلو او الطفل اللي اتولد بدري قبل ميعاده مثلا بثمان اسابيع او طفل اتعرض لاكسجين فترة طويلة، بيكون في مشكلة عند معظم الاطفال دي في شبكات العين ولازم يتلحق بدري علشان خاطر ما يسببش مشكلة على المدى البعيد. طيب التوقيت المناسب لفحص قاع عين بالنسبة للاطفال دي من عمر 4 أسابيع إلى 6 أسابيع خلاص، من عمر 4 أسابيع إلى 6 أسابيع خلاص يا جماعة. ربنا يحفظ أولادكم ويطمنكم يا رب، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.